انطلاق دورة تكوينية في مجال تخصصات مهنية لصالح عشرات الشباب العاطلين عن العمل، منظمة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني واتحاد أرباب العمل. ويقول وزير التشغيل إن الدورة تسعى لسد النقص الملاحظ لدى العمالة الموريتانية نتيجة ضعف التكوين في مجال الفندقة. الفندقة ولا ريستوراسيون، وفي الحقيقة في يسر من الإشكاليات المطروحة لنا والقائمين لهذا القطاع دائما شاكين من المهارة الموريتانية. ونختار نقول لكم أن هذا اللي عدلوا جهد كبير وتضحية كبيرة عدلينها، ويا غير ملم ياكم انتم تفهمون انكم لابد انكم تواكبوا هذا المسار، لابد من الجديه في اللي واحدين فيه به، اللي القطاع اللي فيه قطاع حساسي حتى مهم حتى انه يستفيد من ورشه التكوين ازيد من 200 شاب وشابه، وذلك من اجل الولوج للعمل المهني. الدورة التكوينية الأولى التي تدخل في إطار الشراكة القائمة بين الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والوزارة المكلفة بالتشغيل المجسد في الاتفاق الموقع بين الطرفين بموجبه، يستفيد من هذا التكوين المنسق حسب الطلب مع الاتحادية السياحة قسم المطاعم أزيد من 250 شاب وشابة على مستوى نواكشوط ونواذبو، مما يمكنهم إلى الولوج للعمل المهني المناسب. وتأتي الورشة في إطار اتفاق شراكة بين الوزارة واتحاد أرباب العمل يتم بموجبه تشغيل آلاف الشباب من خريج المعاهد المهنية. خطة التشغيل المعتمدة من طرف وزارة التشغيل تسعى وفق الوزير إلى إعطاء الأولوية للموريتانيين الراغبين في العمل في مختلف الأعمال المهنية.